السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين القناة، اليوم الخامس على التوالي، اليوم طبعا هو جمعة، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. فهذا هو اليوم الخامس، مستمرين بتقديم المساعدات من ولاية سامسون في ساحة الميدان. اليوم عندنا أيضا من أبناء الجالية العراقية ومن أبناء الجالية العربية قدموا عدة شغلات عن تبرعات ومساعدات لإخواننا الأتراك. بارك الله بكل اللي دي يساهم بهذا، أعتبره خدمة إنسانية، من علاقة بأي مشكلة بأي شغلة، فهذه هي تعتبر خدمة إنسانية. يعني هسه الأغلبية ده نشوفهم هنا ما شاء الله، يعني من العراقيين من أخواننا العرب، من يجي قدم يقول لك هذا لوجه الله تعالى. هنا أخواننا الأتراك محتاجين هاي المساعدة، مثل ما تعرفون يعني هاي مصيبة كبرى طبعا، وأخواننا السوريين أيضا يحتاجون إلى المساعدة، وأعتقد العراقيين أيضا ما قصروا، يعني الحكومة العراقية أيضا أرسلت مساعدات إلى سوريا. حبيت أسوي لكم هذا هو الفيديو القصير اليوم حتى الكل تطلع على يعني أول بأول تقديم الخدمات. شوفوا السيارات طبعا تتوافد، الناس تتوافد هنا بتقديم المساعدات، كل شوية تجي سيارة، تجي عربة نقل، ناس تجي مفرد يقدمون للخيام، هنا شغلات الهدوم والملابس، وهناك المواد الغذائية، وهنا طبعا رأسا يخلون شغلات المي، وهاي التريلات اللي هي العربات النقل الكبيرة تطلع إلى الولايات المنكوبة. هنا مشكورين جماعة الهلال الأحمر وبلدية بيوك شهير اللي متواجدة في ساحة الميدان. اليوم التبرع بدهم موجودة في ساحة الشفلك، وموجود في ميمار سينان، وأعتقد في تركيش. للمقيم اللي أكثر من 4 سنوات يقدر يتبرع بالدم. السلام عليكم. إلى هذه اللحظة طبعا هسه راح يصير الغروب، راح يصير الغروب، والناس متواصلة بالدعم من محافظة سامسون. هاي ساحة الميدان والناس تتوافد. اللي هنا احبائي اني راح انهي الفيديو، راح انسحب البيت. اي استفسار اني حاضر، الرقم بالشاشة، زاد الحساب التيك توك وبالوصف، ارد عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.